انطلاقة على هذا الشوط، وسلامي على إبعاد إن لم يكن للدانة كلام آخر. انطلقت الدانة وتحركت، ولكن أبعاد عية تسلم مقدمة الشوط، مطاعة تسلم أبعاد، والدانة تلاحقها أيضا زميلتها في العزبة والسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يحكم القبضة مع هجن الشحانية على المركزين الأول والثاني. وسلام يا الدانة سلام، وسلام يا أبعاد سلام، وسلام يا هجن الشحانية سلام على هذا الفوز المستحق. تهانينا وناموس هجن الشحانية المركز الثاني، الدانة أيضا لهجن الشحانية. هذه هجن الشحانية وهذا السبق ولا فلا، هذا السبق ولا فلا مع هجن الشحانية، مع بقيادة مضمر الداودية، بقيادة مضمر الأسماء الكبيرة، دائما 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 ومشوش يعرف الفوز، يعرف الناموس، يعرف التتويج، وها خط النهاية ينتظر وصول مشوش إلى خط النهاية لكي يتوج بالفوز، يتوج بالذهب، يتوج بالناموس. هذه لحظات الوصول، ومشوش يفوز بشوط رئيسي بدون أي تعليمات. المركز الثاني وهذا الشكل المميز بدون أي أوامر، هنا تسيطر على المقدمة وتباعد المسافة أيها الإخوة الأفاضل. ما شاء الله تبارك الله، سلامنا وتحياتنا من هذا المكان لهجن الشحانية، وسلاماتنا وتحياتنا إلى الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. الله يا أبعاد، أبعاد بإذن الله تعالى ستشاهدونها في رموز قادمة وفي أشواط حساسة بإذن الله تعالى في هذا الموسم. هذه لحظة وصول أبعاد مشاهدينا الأفاضل بدون أي تعليمات إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية المركز الثاني. وصلت على في مقدمة الشوط بشعار هجن الشحانية، ولكن الكاسر خطير بدون اي تعليمات على المركز الثاني. خطير الكاسر، ولكن السريع يختتم مشاهدينا الاعزاء وينهي امال المشاركين بانه هو بطل هذا الشوط. هذا هو السريع وسريع بالفعل، بطل بالفعل، قوي بالفعل. هذا هو السريع، سريع وبطل وقوي. تهانينا لهجن الشحانية على امتلاك مثل السريع، وعلى امتلاك السريع، وعلى هذه الندر والسلالات العريقة لحظات الوصول. ومشكور يا بن فاران على تضمير السريع وتوصيل لهذه الميدان 400 متر، ما شاء الله، وهي تنطلق في هذا اليوم لتحقيق الناموس لهجن الشحانية، وتؤكد الوصول دائما إلى مهبط الوصول. استعدوا للهبوط مع وصول الذهبية إلى مهبط الوصول وإلى مطار الشحانية الذي يرحب بكل القادمين. هذه الذهبة اللي وصلت إلى خط نهاية 50 متر، وهنا تصل إلى خط نهاية بأمان وسلام. المركز الثاني هذه اللي وصلت هواي الهجر الشحانية. المركز الثالث قلت لكم كما قال كذلك الزميل محمد بن أبريك المري، يصعب اللحاق بركن في هذا الشوط. الله، انتظروه بإذن الله في هذا الموسم، انتظروا المفاجآت مع المشاقب وأشكرك يا المشاقب، 10 على 10. تهانينا والناموس لهجن الشحانية العملاقة على فوزها وتحقيقها بجميع المراكز الخمسة الأولى مشاهدين الكرام، مع تنوع المضمرين. تهانينا والناموس على فوز ركن بالمركز الأول والمركز الثاني. يصل الفاتن لهجن الشحانية المركز الثالث.
ننطلق مشاهدينا الاعزاء بكل خطى ثابته الى الفوز والى الناموس والى المعالي والى المركز الاول. هذه راهيه وتلاحقها ايضا الذخيره وتنتهي الهجن الشحانيه بقياده المضمر الذهبي 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 سالم بن فاران المري. تحيه لك يا بن فاران، يا سلام لله درك يا ابو جابر على هذا التجهيز الممتاز والمثالي في هذا المساء لهجن الشحانيه. لله درك يا ابو جابر، تهانينا على هذا الفوز في المركزين الاولين الاول والثاني. راهيه فازت المركز الاول والذخيره فازت المركز الثاني، تهانينا. المختار يختار المركز الاول، يختار المركز الصحيح ويختار مكانه الصحيح ويختارها الذهبي في شوطه الثامن. واليوم الذهبي 10 على 10، 10 على 10 يا الذهبي، وبالفورمة دائما انت بالفورمة. يا سلام، مشكور يا ابو جابر، مشكور يا ابو جابر على تقديم هذه الهجن في هذا التميز. مشاهدينا الاعزاء، هجن الشحانية ويقدمها لنا سالم بن فاران المري اللي دائما يتميز يتألق، وفي هذا العام غير الذهبي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. الغارية على المركز الثالث، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى صاحبة هذا الشوط، من تنطلق بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات مع الصدارة والمقدمة ومع العيدية. العيدية على الصدارة على أول المراكز، تتميز بهذا الانطلاق الجميل إلى خط النهاية. سلام العيدية، سلام سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية وامبراطورية هجن الشحانية، من قدمت لنا الأسماء المميزة. والثانية للذهبي، من سجل النقطة السابعة بهذا الشوط وبهذه الانطلاقة الجميلة. المركز الثاني كان غادب ولد الشيبة ولد العود، رحمك الله يا الباز على ما قدمت في ميادين السباقات. هذا هو ولد الباز، يختلف حاجز الصوت، يرقص بين هذا وذاك، يرقص ما بين ظبيان وشداد إلى الأمام يا الباز. ولكن ظبيان، ولكن ظبيان، ظبيان وشداد والباز، ولكن شداد شد الرحال، شداد شد الرحال، وبالفعل وبالفعل يخطف ناموس الشوط. تهانينا للهجن الشحانية ولل مضمر النجم سالم بن فاران على فوز سداد وانتزاعه لناموس الشوط. وعشرة على عشرة يا الذهبي، 10 على 10 الليلة. المركز الثاني مع الصدارة مع المقدمة وحاملة شعار هجن الشحانية، كما رحبت بقدومها قبل قليل ورحب بانطلاقتها الجميلة وتسللها المرموق إلى أول المراكز. وللمعلومة بدون أي تعليمات لأول ظهور لها في هذا الموسم وبهذا الانطلاق الجميل إلى خط النهاية. نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها الظهور والإنجازات الحافلة في هذا الموسم ولحظة قدومها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس الدودية. نهني هجن الشحانية ونهني سالم بن فاران المري النقطة الثامنة لك يا بن فاران. المركز الثاني كان وصولك وزايد الشحانية على هذا الفوز، وفوز الذهبي دائما في هذه النقطة التاسعة في مساء هذا اليوم. 9 نقاط يسجلها الذهبي في هذا اليوم مع امبراطورية الشحانية. وهذا الفارس فارس الكلمة، فارس القول، فارس الفوز، فارس كلمة الناموس. مشاهدينا الأعزاء، وفارس وبطل الميدان وبطل القعدان. هذه لحظات الوصول ولحظات التتويج مع الفارس لهجن الشحانية ولسالم بن فاران المري، لحظات الفوز. الماء
المركز الثالث هنا القدوم من بداية لهجن الشحانية، ولكن ليالي ليالي مع المقدمة منصورة على المركز الثاني. اللحظات الأخيرة لمن الناموس مشاهدين الكرام، هل سيتم مع ليالي أو سيكون لمنصورة كلام آخر؟ الله، منصورة وليالي، ليالي ومنصورة، ليالي 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 ومنصورة، منصورة من الجانب الأيمن، يا سلام ليالي مشاهدين الكرام. ولكن شوفوا شوفوا أوزان أوزان أوزان، يا سلام ليالي ليالي، تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز ليالي، التهنية موصولة للعب. تتحرك ندى في هذه اللحظات، ندى غيرت المركز الأول، خطفت الصدارة في هذه اللحظات مع هجن الشحانية بقيادة المضمر الوهيبي، بقيادة المضمر العملاق. عادت الرباعة مرة أخرى، عادت الرباعة، يا سلام يا سلام يا سلام، الرباعة وندى، الرباعة وندى. ولكن ندى، ندى مشاهدينا الأعزاء قفلت على الشوط، ولكن عادت الرباعة، عادت الرباعة مرة أخرى، للرباعة وندى شوط لمن؟ ولكن فازت، فازت ندى مشاهدينا الأعزاء. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، وتهاني لسلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني. الوهيبي، اذا هذا الشعار افتتح اشواط الفترة المسائية برفقة ابعاد، وهذه ايضا تتواجد هبايب لتختتم اشواط هذه الفترة المسائية. اذا شعار العملاق برفقة هجن الشحانية افتتح الاشواط واختتمها بانطلاقة هبايب من تتواجد الان على قيادة هذا الشوط. سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية، وسلامي لهبايب ومضمر هبايب سلطان بن محمد الوهيبي. ثاني المراكز كان الوصول من قبل وصاف، المركز الثالث الزبارة، المركز الرابع كان التواجد من وسيلة، خامس المراكز كان الوصول.